وهنا طبعا بيبقى فيه زي مثلا ترابيزة خشب موضوع عليها الملابس، بيتحط عليها الناس أو الباعة الجائلين، بيبقوا متواجدين هنا في نص الطريق ما بين المبنى اللي اندلع فيه الحريق والمبنى اللي أمامه. أعداد كبيرة طبعا من الباعة شباب ورجال كبار جدا، بيبقوا متواجدين هنا في وسط مكان اندلاع الحريق. حتى متواجد بعض الترابيزات كما هي، ولكن الملابس طبعا اتحرقت. بعض يعني الرجال هنا يحاول مساعدة الدفاع المدني ورجال الإطفاء، حزنا على يعني أكل عيشهم والبضاعة اللي اتحرقت. بعض جهود العيان أقروا أن البضاعة تتخطى 50 مليون جنيه لمجموعة المحلات ومخزن الملابس، والبعض الآخر أقر أن في إصابات ولكن يعني لم تحسم عددها. زي ما احنا شايفين الحوائط